ستنا؟ ستنا بك شيء؟ شو فيه؟ ولا شيء ستنا، بس صارت الساعة 2 وحضرتك بعد ما عيطتي لي لحضر لك شيء، فقلت بشوف إذا بدك منا شيء. 2 ولا 10؟ شو فرقت يعني؟ لشو بدي أقوم من التخت؟ تقعد بين الحيطان؟ روحي وسكري الباب وراك. حاضر. اليوم بالليل بدي روح اعمل اجتماع مع الجماعة وانهي الوضع معهم، لذلك بدي اياك تضل هون مع سلمى. طب خليني روح انا معك وخذ يحيى. لا لا، بهيك اجتماع بفضل كون لحالي. ماشي بابا؟ امرك ابي. انا عند الخيل برا. الله معك. بشو شهرتي؟ ولا شيء. هالمزرعة شو حلوة؟ انت بشطارتك فيك تخليها لإلك. يعني مطولين فوق؟ تركني لوحدي وانتو عم بتكزدروا؟ ماما عن جد انت بلا قلب، انا امك. ام الورد حبيبتي روقي علينا، ما كلهم غمناهم يومين. ورد الله يخليك، انزل اقعد معي، حاسه حالي لوحدي، قلبي رح يطق ولا مرت بيك ابدا مني؟ فشريت؟ خلص حبيبتي خلص، انا بكره بنزل لعندك. ماشي الحال هيك؟ طيب الله معك. يحيى دير بالك. ها الله يكون معك معلم. تيسر لمعلم. ايه شكله في شيء مهم لفل. لا لا، شغلة صغيرة، لا تشغل بالك. شو شكلك مثلي مش قادر تنام؟ ها ايه والله مش قادر نام. تعرف في معي هاللتر الويسكي بالسيارة، جيبه نعملنا كبيتين ومندردش لنا شوي. يلا هات.
أنا قلت بتكوني سهرانة مثلي ونسلي بعض. طب ليكي خليكي لحظة معي شوي، فوت على غرفتي بحكيك أكتر. لحظة خليكي معي لحظة. يحيى لحظة خليكي معي شوي. شو معلم لي؟ غيرت رأيي على هيدي السهرة اللي مفركشة أنا وياك. شو صار معك؟ في غير صهيرة. ودك؟ اي عفوا ما كنا. انتبه ما يسمعك. عن جد؟ مش خايف من ابو الورد مثلا؟ قد ما كان منضل انا وانت. شكلك مشغول. اف من وقتها عجبتك؟ ما كلها كانت انشأ لمعه. وليه دليت كل هالوقت وما قلت لي شيء؟ سير انا بموت بالاسرار. هات لشوف. مش ملاحظ انك كسرت الحواجز اللي بيناتنا بسرعة؟ لا اكيد. لا شو عم تحكي انت؟ كيف تجي لهون؟ معقول راسك؟ شكلك فهمتني غلط. اخذت وجه وكترت. الزام حدودك. اذا رح تضل تحكي هيك انا رح اضطر سكر الخط. لك وقف. رح اضطر سكر. بعتذر. بدك شي مدام؟ قطعتي لي قلبي. بدك بيت مي؟ روح جيبي لك بيت مي. تكرمي. مسطولة. من طلعت لي هي؟ يا ابو بيير، انا اللي عندي قلته يا حبيبي. انا ماني ابو القاسم ولا ابو يعرب الله يرضى عليك. انا لحمي مر ما بيتاكل. ومثل ما بيقولوا اهل المثل، اللي ما يعرف الصقر يشويه. يا حبيبي على اقل من مهلون يدوروا على 100 مهلون. ليه؟ سحب 9 مليون حدا. أنا موجود وراح أضلني موجود. لك يا أبو بيير، الرمل ما ينعجن والشوك ما ينداس والسر ما ينعطى إلا لناس وناس. بأمرك. مستني تليفونك. بالسلامة إن شاء الله. الله معك. مع السلامة. كمل على المزرعة يا ابني. اطلع لبرا قبل ما حدا يشوفك. اطلع لبرا.
رشا؟ نعم نعم ست ليلى. شو عم تعملي؟ لا ولا شيء، بس طلبت مني مي ست سلمى وكنت عم باخذ لها اياهم على الاوضه. بتكون نامت هلا، على كل حال منيح اللي لقيتك. ليش يا ست؟ بقصد بدك مني شيء؟ ولا انا اللي بدي اسالك انت شو بدك؟ ما فهمت. ولو الصور، الصور يلي كبيتيهم بغرفة سلمى. شو؟ مش انت اللي حطيتيهم، الي فترة عم راقبك وتصرفاتك ابدا مش طبيعية وعيونك بضلن عشر عشر علينا. ليش؟ لا يا ست ابدا مش هيك. ليكي اسمعي، ما بدي شوشرة، انا لو بدي اقزيك كنت حكيت قدام ابو الورد نطرته تفل احسن ما يشحتوك، فهمتي؟ تعي تفضلي الحقيني. انت مين مفكرني اللي جاي لعندي على نص الاوضة؟ ايه؟ كان فيي إلا لا، بتكحشني من الشغل، بتكبني بالشارع، بترجيكي سامحيني هالمرة. سامحك؟ أنا شو عرفني على شو كنتوا ناويين وشو ناقلة لأم الورد بعد إخبار؟ وحياة الله ما بقى عيدة، بترجيكي ما تخبري المعلم. بالعكس، أنا هالمرة رح خبره، لازم يعرف شو عم بيصير ببيته، لازم يعرف كيف مرته الأولانية ناوية تخرب حياة مرته الثانية. بوس إيدي، بيقتلني بأرضي. تبقى تحملي نتيجة أفعالك، مش فرقانة معي شو بيعمل معك. ومش بس هيك، أنت بدك تروحي لعند أبو الورد تخبري كل شي خبرتيني إياه هلأ، فهمتي؟ ما بتخبي شي بتعرفيه، كل شي يعني كل شي. كل شي؟ كل شي يا ست؟ شو قصدي؟ ما فهمت عليكي؟ اللي عم تطلعي فيي هيك؟ ولا يا ست وقتها بدها توصل القصة لقطع رقبتي، أنا ما رح وفر شي، أنا رح خبر المعلم كل شي بعرفه وكل شي سمعته وكل شي شفته بعيوني كمان. أنت شو عم تحكي؟ شو قصدك؟ عم بحكي عن يلي عم بيصير بغرفة الست سلمى هلأ. إذا بدك روحي تأكدي واسمعي وشوفي بعيونك شو عم بيصير، ومن بعدها قرري إذا بعد بدك تخبري المعلم عني. شو في؟ الحمد لله على السلامة. لا لا ما في شيء، بس كنت عم قلها تعمل لي كبيت ينسون. فايقة شايف؟ ليش واقفة عندك؟ سمعت صوتك قمت لأشوفك. قالوا لي إنك نزلت على بيروت، في شي؟ ما في شي هيك. في شغلة ما زبطت معي بالشغل. ليش الباب مفتوح؟ مو برد؟ ما
روحي هلا بعدين نحكي. ولك روحي. ما زبطت السارة ايه؟ ما زبطت. اجا ابو الورد. والله؟ ايه هاي سيارته برا. مش انت وين كنت لما شفته؟ انا كنت عم بتمشى برا المزرعة شوي. اقعد اقعد يحيى اقعد اشرب كاس. لا اسهلوا اليوم. ايه كانت صاحية حلوة. بدك تعبي كيس؟ يلا. ليش مهون دي؟ رح اركض شوي وبرجع. ما تعطل عن حياتي. لا تتأخر غير. على عيني. يا رب استرها معنا. شو عم بصير معك يا سلمى؟ أنا أبو الورد. ديري بالك على حالك. ها
طلعوا فوتي من البيت ما في اي شيء بدك اياه بيجي لعند رجليك. اتركني بحالي بقى خلص. صباح الخير معلم. شو ستك بعد ما رجعت؟ لا بعد ما رجعت. ورد لساته نايم؟ لا وعين الصبح ركب على الخيل هو ويحيى شوي ومن وقتها ما عاد شفته. بيكونوا عم يفتلوا حوالي المزرعة، رح روح عايط لسلمى. لا لا خليكي انتي قدي. خلينا نشوف يحيى. الو يحيى. صباح الخير. شو سبور من الصبح؟ صباح النور. وانت خالي من الصبح؟ طبعا هيدي تاني شغلة بحبها بالحياة. وشو اول شغلة بتحبها بالحياة؟ نسوان. صباح الخير معلم ابو الورد. عم بفتش عليك. شينا معلم؟ محمد صباح الخير حبيبي. يسعد صباحك يا قمر يا قمر. عدي حياتي عدي. بدي اطلع اعمل دوش وبرجع لك. لا تتعوقي علي. حاضر. يسعد صباحك يا ورد. وصباحك يا كبير. خليلي اياك. بالاذن. الله معك. مد ايدك والله يلا. يلا. يا رب. جيبي لي قهوة على الصالون. شو اللي مسكرة خطه؟ العمى صاير. هلأ بدي أعرف شو عم بيصير معك. ما بيصير معي شيء. طلعي فيي منيح واحكي. قولي شو في؟ قلك ما في شيء بس. والله؟ وأنا اللي عم شوفه شو؟ شو اللي عم بتشوفيه خالتي؟ شو اللي عم بتشوفيه؟ يا حو أنا وجوزي حياتي كتير حلوة، معي مصاري، عندي شوفير، عندي سيارة، الفيلا صارت باسمي، ما في حياة أحلى من هيك، روعة. ما هيك؟ سلمى خالتي بوس إيدك ما بقى تسأليني ولا شيء. أنا مخنوقة مخنوقة. عملي معروف ما تحكي معي بولا موضوع. كيف يعني ما بدك اسالك عن ولا موضوع؟ انه بشوفك عم تغلطي وما بدك اياني احكي؟
اسمعيني كتير منيح، هنا كلمتين بلك هون وبس. أول شيء أنا ما رح أغلط، تاني شيء أنا تربيتك، خلي ثقتك فيي كبيرة. وعملي معروف ما بقى تسأليني عن شيء أبدا. يعني في شيء صح؟ هيدا آخر شيء بقدر قلك إياه، غير هيك ما عندي شيء أقوله أبدا. انت بس تركيني بحالي، كلكم تركوني بحالي ماشي؟ بس يا أبي. لك يا أبي لا تخاف علي، شباب يا أبي هدول الجماعة. شو هدول الجماعة؟ هدول الجماعة وصلوا للي وصلوا له لأنه أنا كنت واقف في ظهرهم مثل السيف. اطمن، لولاي أنا ما بيعرفوا يعملوا أي شيء. لا تاكل هم. ما بعرف يا أبي ما بعرف. طول بالك، أبوك ما بيوقع إلا واقف، فهمت؟ في شيء بذهني بس بدي أعمله لحتى يعرفوا إنه أنا جدي. قوم بابا روح شوف لي وين صاروا لحتى نمشي. قوم. ماشي. مرحبا أمي. شو لوين؟ ولو ما طالع على الأوضة ما بدك تحكي معي أبدا يعني؟ أمي أنا فايت أتحمم وغير تيابي وراجع لعند بيي، عنا شغل كتير مهم اليوم، أهم من قصص النسوان. والله مام ما معقول أنت مثل بيك نفس الشيء، لما حدا بيزرككم بتتحججوا بالشغل. مع انه مش لازم قلك، بس مع هيك رح اضطر قلك لحتى تفهمي انه الوضع مو متحمل صغر عقل وحركات. شو صاير؟ باختصار في جماعه بدهم يضروا بأبي بشغله لياخذوا بداله، فلهيك من شان الله رايحين لرأسنا اليومين. خي وأخيرا لكنا بهالمشوار. ارتاحي حياتي ارتاحي، أنا راح فوت اتدوش، عندي مشوار مهم بعد الظهر. ماشي؟ بقلبها وين اختفت هي؟ اكيد صاير شيء، بس كيف بدي اعرف؟ Yeah.
هون صار فينا نحكي على رواق. بشو يا ست؟ قولي لي قديش عم تدفع لك مصاري ام الورد لحتى تنقلي لها كل هالاخبار؟ صراحه ام الورد كريمه كثير معي. وانت دغري فتي باللعبه واستغليت الموضوع. لا ابدا، لا طمع ولا شيء. انا يا ست ما بدي غير الستره، كم ليره منيح اسند حالي فيهم. طيب ليكي، اذا انا كنت اكرم من ام الورد معك، شو يلي بيضمن لي انك ما تلعبي على الحبلين؟ والله يا ست انا عندي عيون وبشوف منيح، ويلي شفته انه الست سلمى قطعت ست ام الورد باشواط كثيره عند المعلم ابو الورد. لك انت فتحه وما بك شيء. طيب اذا انا اعطيتك يلي بيرضيكي، شو يلي باكد لي انه ولا حرف بينحكى بهالفيلا بيظهر لبرا؟ سامعه؟ ولا حرف. بامرك يا ست، بس انا شو بدي اقلها لست ام الورد؟ هلا بتقولي لها انه انا اللي لقيت الصور، وبعدين من فتره لفتره بتصيري توصلي لها الاخبار اللي بقول لك اياهم انا. بامرك. ضروري يا ابي. ضروري يا ابي. ضروري. هاي العملية رح تذكرهم مين هو أبو الورد ولوين بيقدر يوصل ولحاله بدونهم. وحياة عينك، وحياة عينك لحتى يرجعوا لعنا برجليهم. ماشي يا أبي، بكرة الصباح أنا بكون عندك بالفيلا ونطلع سوا. أنت خليك هون. ليش يا أبي؟ لك يا أبي خليك هون، مشان الله خليك هون، في حال احتجتك بحاكيك أنت أو يحيى. إيه ماشي يا أبي ماشي.